أهلا بكم يا أحباء الصغار، نحن اليوم في الدرس الثاني. درسنا الثاني بعنوان ما دورة حياة الضفدع؟ في نهاية هذا الفيديو علينا أن نرتب بالتسلسل مراحل نمو الضفدع، أن نلاحظ التغيرات التي تحدث في دورة حياة الضفدع، أن نعرف أن المراحل التي تمر بها الحيوانات تسمى دورة حياة، أن نعرف أن الحيوانات تنمو لتصبح شبيهة بأبويها. الأدوات التي نحتاج إليها هي القلم والدفتر. فلنسمع سويا، ما هذا الصوت؟ عن أي حيوان برأيكم سنتكلم اليوم؟ أحسنتم، الضفدع. علينا أن نتذكر الآن سويا معلوماتنا السابقة. أين يعيش الضفدع؟ في الماء وعلى اليابسة. يعيش الضفدع في الماء وعلى اليابسة. إلى أي مجموعة ينتمي الضفدع؟ الضفدع يعيش على البر وفي الماء، إذن فهو ينتمي إلى مجموعة البرمائيات. ما هي خصائص هذه المجموعة؟ هذه المجموعة لها جلد ناعم ورطب، تبدأ حياتها في الماء وبعد ذلك تتنقل بين الماء واليابسة. هل يكون الضفدع بهذا الشكل عندما يولد؟ هذا ما سنتعرف عليه يا صغاري في درسنا لليوم. فلنشاهد هذا الفيديو عن دورة حياة الضفدع. أنا ضفدع صغير أعيش في الماء وعلى اليابسة. بدأت قصتي عندما وضعت أمي البيض في الماء، إذ كنت أنا وإخوتي داخله. وبعد أيام فقط وخرجنا منه، ولكنني حينئذ لم أكن أشبه والدي، فقد كان لي ذيل وليس لي أرجل، وكانوا يسمونني أبو ذنيبة. وعندما كبرت نمت أرجلي الخلفية ثم الأمامية. إن أرجلي الخلفية أطول من أرجلي الأمامية، وبدأ ذيلي بالاختفاء. ثم أصبحت ضفدعاً بالغاً أستطيع القفز وأتغذى على الحشرات. بعد أن شاهدنا الفيديو علينا أن نجيب سوياً عن هذه الأسئلة. أين يضع الضفدع البيض؟ أوقف هذا الفيديو ثم أجيبه. أحسنتم، في الماء. ما اسم صغير الضفدع؟ يسمى صغير الضفدع أبو ذنيبة. أين يعيش أبو ذنيبة؟ يعيش أبو ذنيبة في الماء. هل يمتلك أبو ذنيبة أرجلا عندما يفقس من البيض؟ لا. وبما يتميز إذن؟ لأبي ذنيبة ذيل يساعده على السباحة، ولكن برأيكم هل يبقى هذا الذيل عندما يصبح ضفدعا بالغا؟ بالطبع لا، فهذا الذيل سيختفي لأنه يساعده فقط على السباحة داخل الماء، وعندما يصبح الضفدع بالغا فهو يتنقل بين الماء واليابسة، لذا لا حاجة له لهذا الذيل. والآن أي أرجل لأبي ذنيبة تنمو أولا، الأمامية أم الخلفية؟ فلنتذكر، تنمو لأبي ذنيبة الأرجل الخلفية أولا،
ثم الأرجل الأمامية. وإلى ما يتحول أبو ذنيبة؟ يتحول عندها إلى ضفدع بالغ. أين يعيش الضفدع؟ الضفدع يعيش في الماء وعلى اليابسة. فلنرى الآن كيف يتنفس الضفدع وكيف يتنفس أبو ذنيبة. انظروا إلى هذه الصورة جيدا. لدينا هنا أبو ذنيبة وضفدع بالغ، فلنلاحظ هذه الصور. بما يتنفس كل منهما؟ يتنفس أبو ذنيبة بواسطة الخياشيم كالسمكة، وذلك لأنه يعيش تحت الماء. أما للضفدع فله رئتان، يتنفس الضفدع بواسطة الرئتين كالإنسان. علينا الآن أن نقارن بين الضفدع وأبي ذنيبة مستخدمين الكلمات الموجودة في الصندوق. فلنرى ماذا لدينا في الصندوق. له ذيل، له أرجل، يتنفس بواسطة الخياشيم، يتنفس بواسطة الرئتين، يعيش في الماء، يعيش في الماء وعلى اليابسة. أوقفوا هذا الفيديو كي تحلوا التمارين، وسنصححه بعد قليل سويا. فلنبدأ. أبو ذنيبة له ذيل، أما الضفدع له أرجل. أبو ذنيبة يتنفس بواسطة الخياشيم، أما الضفدع فهو يتنفس بواسطة الرئتين. أبو ذنيبة يعيش في الماء فقط، أما الضفدع فهو يعيش في الماء وعلى اليابسة. فلنسمي مراحل نمو الضفدع سويا، هيا بنا. ماذا لدينا هنا؟ هذا أبو ذنيبة بأرجل خلفية فقط، وهنا لدينا ضفدع بالغ. أما هنا فلدينا البيض، وهذه صورة أبي ذنيبة. وأخيرا هذه صورة أبي ذنيبة بأرجل أمامية وخلفية. فلنرتب الآن هذه الصور ترتيبا صحيحا بحسب مراحل نمو الضفدع. فلنبدأ. واحد، البيض. يفقس البيض فنجد أبا ذنيبة. يكبر أبو ذنيبة قليلا حتى تنمو له أرجل خلفية، ثم يكبر أيضا فتنمو له الأرجل الأمامية. وعندما يصبح بالغا يصبح ضفدعا، وعندما يكبر يصبح ضفدعا بالغا ويختفي ذيله. هذا الرسم يمثل دورة حياة الضفدع. إذن فما المقصود بدورة الحياة؟ دورة الحياة هي المراحل التي تمر بها الحيوانات من الولادة وحتى الممات، كمراحل نمو الفراشة مثلا، أو الدجاجة هنا أيضا، أو كدورة حياة الأرنب. انظروا إلى هذه الصور. هل لدى جميع الحيوانات دورة حياة؟ بالطبع نعم، ولكن هل هي متشابهة؟ لا، فدورة الحياة تختلف من حيوان إلى آخر. كمراحل نمو الدجاجة هنا فهي تختلف عن مراحل نمو الأرنب، وكذلك فهي تختلف عن مراحل نمو الضفدع. فلنعطي الآن عنوانا مناسبا لهذه الصورة. هذه الصورة تمثل مراحل نمو الضفدع، إذن نستطيع أن نقول أنها دورة حياة الضفدع. أحسنتم. فلنلاحظ الصور الآتية ثم سنصل كل حيوان بأبيه. لدينا ضفدع بالغ وفيل
ودجاجة وأسد. أي من هذه الحيوانات يا صغير الضفدع؟ وأي منها صغير الفيل؟ وأي منها صغير الدجاجة؟ وأي منها صغير الأسد؟ هيا أوقف الفيديو ونصحح سويا. فلنبدأ. أحسنتم، هذا صغير الدجاجة، وهذا صغير الأسد، وهذا صغير الضفدع، وهذا صغير الفيل. فلنحدد الآن الاختلاف بين الفيل الصغير وأبيه. الأنياب، هل سيبقى هذا الاختلاف عندما يكبر الفيل؟ ماذا برأيكم؟ بالطبع لا، فعندما تنمو الحيوانات وتتغير تصبح شبيهة بأبويها. فلنحل الآن معا هذه التمارين. علينا أن نرتب الصور الآتية ترتيبا صحيحا وأن نرقمها 1، 2، 3، 4 داخل هذه المربعات. سأعطيكم الآن القليل من الوقت كي ترتبوها. 1 البيض، 2 أبو ذنيبة، 3 أبو ذنيبة بأرجل خلفية، 4 ضفدع بالغ. أحسنتم. أصلوا كل رسم بالاسم المناسب. لدينا هنا البيض، أبو ذنيبة، أبو ذنيبة له أرجل، وضفدع. فلنبدأ. هذا هو أبو ذنيبة. أحسنتم. هذا هو البيض أيضا. أحسنتم. وهذا هو الضفدع، وهذا أبو ذنيبة له أرجل. ممتاز. أكمل العبارة التالية. بعد ترتيب الصور نحصل على، فكروا. ممتاز، دورة حياة الضفدع. ضع علامة صح أو خطأ بجانب كل عبارة من العبارات الآتية. يعيش أبو ذنيبة في الماء وعلى اليابسة، هل هذا صحيح؟ بالطبع لا، هذا خاطئ. يتنفس الضفدع عن طريق الرئتين، هل هذا صحيح؟ طبعا، الضفدع يتنفس كالإنسان بواسطة الرئتين. المرحلة الأولى في حياة الضفدع هي أبو ذنيبة. لا، إنه يكون بيضة في بادئ الأمر. يختفي ذيل أبي ذنيبة وتظهر له الأرجل عندما يتحول إلى ضفدع. أحسنتم، هذا صحيح، لأنه لن يعود بحاجة إلى هذا الذيل عندما يصبح بالغا. تنمو الحيوانات لتصبح شبيهة بأصدقائها. خطأ، هذا خاطئ، تنمو الحيوانات لتصبح شبيهة بأبويها. ماذا تعلمنا اليوم؟ دورة الحياة هي المراحل التي تمر بها الحيوانات من الولادة وحتى الممات، كمراحل نمو الضفدع هذه، فهي دورة حياة الضفدع. يكون في بادئ الأمر بيضان، ثم يكبر ليصبح أبا ذنيبة. يكبر قليلا فتنمو له أرجل خلفية، بعدها تنمو له أرجل أمامية، ليصبح بعدها ضفدعا بالغا. تنمو الحيوانات لتصبح شبيهة بأبويها. مشروعنا لهذا اليوم، علينا أن نختار حيوانا غير الضفدع وأن نحدد المجموعة التي ينتمي إليها هذا الحيوان، ثم سنحدد ثلاثا من خصائصه. بعدها سننفذ كتيبا صغيرا نبين فيه دورة حياة هذا الحيوان.
كهذا الكتيب أعلاه.